مشغولون يغتالون ضابطا كبيرا في المخابرات العراقية، والكاظمي يأمر بالتحقيق ويؤكد على الحوار حقنا للدماء. الحوثي يقر بمجزرة مأرب ويزعم استهداف مقر عسكري قرب محطة الوقود، وحماس تهديه درعا. الخرطوم تلقي القبض على خلية للقاعدة من 9 أشخاص، أحدهم متهم بالتخطيط لهجوم سوسة في تونس. الطاقة الذرية تبحث مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، والبرلمان الإيراني يشترط بقاء اليورانيوم وأجهزة الطرد. داعش يعلن انتحار منافسه زعيم بوكو حرام بعد إصابته باشتباكات بين التنظيمين، والجماعة تلتزم الصمت. ساعة إخبارية من استوديو الحدث لليوم، أهلا بكم. نبدأ الساعة الأولى من التطورات في العراق، حيث أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق على أعلى مستوى باغتيال ضابط في جهاز المخابرات العراقية برتبة عقيد، ويشغل منصب مدير قسم الرقابة في الجهاز. ومصادر الحدث أشارت إلى أن عددا من المسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على الضابط نبراس فرمان شعبان الفيلي الذي توفي على الفور في منطقة البلديات شرق بغداد قرب محطة وقود في البلديات. وفي شهر مارس الماضي قتل مسلحون ضابطا في جهاز المخابرات وسط بغداد. ورأى مراقبون أن اغتيال معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات يأتي بعد إفشاله الكثير من المخططات. ويذكر أيضا أن بعض الميليشيات عمدت منذ فترة على نشر أسماء بعض ضباط جهاز المخابرات من خلال مواقع معروفة وقنوات تلفزيونية والتحريض ضدهم. من بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الحدث ماجد حميد. ماجد، أهلا بك. هل تكشفت أي معلومات أو تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الضابط في جهاز المخابرات العراقية في بغداد؟ نعم، الآن هناك قوة مشتركة من قبل جميع الأجهزة العراقية تقوم بعملية التحقيق ورفع الأدلة من مكان الاغتيال الذي تم في منطقة البلديات، حيث استهدف العقيد نبراس فرمان شعبان معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات العراقي الوطني في منطقة البلديات قرب محطة وقود سمى البلديات بعد إطلاقات نارية في الجسم على أثرها فارق الحياة، وكان يستغل عجلة نوع هونداي. عملية الاغتيال تمت بعد ترجله من سيارته، وبمسافة 10 أمتار كان مسلحون يستغلون سيارة رباعية الدفع، قاموا بإطلاق النار على العقيد ومن ثم أردوه قتيلا على الفور، ومن ثم لاذت السيارة بالفرار. عمليا أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعملية تحقيق سريعة وشاملة من قبل الأجهزة الأمنية ومعرفة الجنات الذين قاموا بهذه العملية. العقيد كان يعمل مدير جهاز المخابرات في منطقة الرصافة، وتعتبر من أهم المناطق في العاصمة العراقية بغداد، ومن ثم تم نقله قبل شهر من الآن إلى معاون مديرية المراقبة، وتعتبر أيضا من أهم المديريات في جهاز المخابرات العراقي الوطني. بحسب مصادر أشارت بأن الضابط يعتبر من الضباط الأكفاء، وكان يحمل الروح الوطنية، ومن ثم أيضا أشارت المصادر بأن جهاز المخابرات تعرض منذ فترة طويلة إلى عملية تشويه وعملية حملة إعلامية مكثفة من قبل بعض الميليشيات تستهدف الجهاز من خلال بعض المواقع والقنوات التلفزيونية. نعم،
طيب في هذا الموضوع تحديدا، وأن الميليشيات تعمد منذ فترة على نشر أسماء لبعض ضباط جهاز المخابرات من خلال مواقع معروفة وقنوات تلفزيونية، هل هناك أي تفاصيل حول هذه النقطة؟ وإذا ما كانت الحكومة أو الدولة العراقية تتصدى لهذه المحاولات؟ نعم، عملية الهجوم على جهاز المخابرات هي تمت منذ استلام رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي رئاسة الجهاز قبل 3 أو 4 سنوات من الآن. عمل على الكثير من التغييرات التي من شأنها أن ترفع من قدرة الجهاز. الجهاز عمل على الكثير من المحاولات التي كانت تستهدف الشعب العراقي بحسب المصادر، كان له الدور الكبير في عملية اغتيال الكثير من قيادات وقتل الكثير من قيادات تنظيم داعش، شارك في عملية مقتل البغدادي من خلال معلومات استخباراتية. لكن في نفس الوقت كما أشرت، هناك بعض الميليشيات تقوم بمهاجمة الجهاز بنشر أسماء الجهاز المخابرات. كما تعرفين في الأجهزة الأمنية تستخدم أسماء وهمية خاصة في جهاز المخابرات أو أسماء حركية، لكن تمت عملية تسريب لعدد من أسماء الضباط من قبل هذه الميليشيات ورفعها من خلال مواقع وقنوات تلفزيونية كانت تستهدف الجهاز، كانت تشكك بوطنية الجهاز، وهذا ما تم رفضه لأكثر من مرة. طب هل هذه الجهات هي معروفة لدى أجهزة الدولة العراقية، خاصة وأن السؤال اليوم كيف يعرفون بأسماء وهويات الضباط في جهاز المخابرات؟ يعني هذا جهاز هو مؤمن في كل دول العالم، وأيضا يستطيعون نشر تفاصيل عن حياتهم ومكان إقامتهم، خاصة في بغداد على الأقل. نعم، كما تعرفين في العراق منذ عام 2003 تغيرت الصورة بشكل كامل. الكثير من عمليات التأييد في الأجهزة الأمنية هي تتم من خلال المحسوبية، تتم من خلال الوسطات، تتم من خلال الكتل السياسية، وهذا ما دفع برئيس الوزراء عند استلامه منصب رئيس الجهاز قبل استلامه رئاسة الوزراء إلى عملية التدقيق الأمني، عملية المراقبة، وعملية أيضا رفع القدرة بالنسبة للضباط ومنتسبي جهاز المخابرات، وعملية إبعاد بعض المنتسبين الغير كفؤين الغير قادرين على العمل في إدارة الجهاز. كل هذه النقاط التي عمل عليها رئيس الجهاز دفعت ببعض الكتل، دفعت ببعض الميليشيات إلى محاربة الجهاز، وكما يصف البعض باتهام الجهاز بالعمالة لدول ومنظمات، وهذا ما كان يرفض كما أشرت من الكثير من القوى السياسية المعتدلة وكذلك من قبل الحكومة العراقية وجهاز المخابرات بنفسه. كان قد ندد بعملية المهاجمة، كان أبو علي العسكري وهو الناطق باسم كتائب حزب الله عندما كان رئيس الوزراء رئيسا للجهاز تحدث بشكل صريح وهاجم الجهاز بشكل صريح وهاجم رئيس الوزراء بشكل صريح. طبعا سنتابع معك أي معلومات أو تفاصيل جديدة إذا ما تكشفت حول هذه الحادثة. شكرا لك من بغداد، كنت معنا مراسل الحدث ماجد حميد. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العمل على حل الأمور عبر الحوار لحقن الدماء، وأشار الكاظمي خلال لقائه مع البطريرك رافائيل ساكو إلى أنه يعمل من أجل حل الأمور بعقلانية وعبر الحوار خصوصا لحقن الدماء، وصفا الوضع بالمعقد. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف. سيد فاضل، أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث لليوم. الاغتيالات مستمرة، بخصوص يعني اغتيال ضباط من جهاز المخابرات العراقية، هي ليست المرة الأولى تحديدا في هذين الشهرين. اليوم أصابع الاتهام لمن تتوجه؟ يقال ميليشيات، ولكن لمن تتبع ولصالح من تعمل برأيك؟ نعم، بدا تحيه طيبه لك سيد رضا ولمشاهدي قناتك الكريمه. بدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني حقيقه قبل الاجابه الى سؤالك سيدتي، لا بد من اجمال مقتضب جدا عن شخصيه العقيد نبراس الفيلي. هذا الضابط يعد من اكفأ الضباط في جهاز المخابرات الوطني العراقي، حيث انه اشترك في عده عمليات تكاد توصف بانها من اكبر العمليات في تاريخ العراق الحديث، بيد أنه اشترك في عمليات الشهاب الثاقب التي كانت في مراحلها الثلاثة التي أدت إلى تفكيك بضع عشرات من المفخخات قبيل تفجيرها، وتفكيك أكبر مجاميع إرهابية كادت أن تضرب العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين، وأنه كان له الدور الأكبر أيضا في تحرير الرهائن المختطفين اللبنانيين عند نهايات عام 2017، وشارك في تفكيك بضع عصابات التهريب والقتل والمخدرات والخطف والسلب في بغداد وفي ضواحي بغداد،
وأيضا ساهم في القضاء على بضع بؤر إرهابية في محافظة ديالى الساخنة نسبيا والمكتظة يعني في السابق بالمجاميع الإرهابية. ضابط كفو جدا، خلوق جدا. أنا قبل قليل كنت يعني أتكلم مع أحد القضاة، كان يتكلم بشكل موجع ومؤلم، وكادت يعني كادت العبرة أن تتكسر في صدره، لأنه هذا الرجل خسارة سيدة ربا، هذا يعد خسارة ليس فقط للعراق، يعد خسارة إلى المجتمع الدولي برمته، لأنه كبح جماح الإرهاب، ضرب مفاصل الإرهاب، قضى على ساهم، لا أقول هو بمفرده، هو ومجموعته، بمعنى مجموع الفريق الواحد يعني مع جماعته، ساهم في القضاء على الجريمة المنظمة، ساهم على ملاحقة مروجي المخدرات. لذلك ضابط مهم جدا، لكفاءته تم تحويله وتم نقله وترقيته إلى معاون رئيس جهاز المراقبة من مدير مخابرات منطقة الرصافة، وهو رجل يعني حقيقة العقيد نبراس الفيلي، يمتاز بقدرة عالية ويمتاز بخلق رفيع. اليوم نحن إبان خسارة اليوم باغتياله سيد فاضل، هل يمكن القول بأن الهدنة التي كانت طبعا غير معلنة بشكل رسمي بين الميليشيات الغير منضبطة غير المنضبطة في العراق والحكومة ممكن أن تكون قد انتهت اليوم بعد طبعا استهدافهم لمقار للتحالف الدولي وكل ما يجري من عمليات استهداف في العراق؟ سيد ربا، دائما نحن لا نريد أن يعني نتعجل، هناك لجنة شكلت من رئيس القائد العام القوات المسلحة، وهناك لجنة موجودة الآن في قيادة العمليات المشتركة، يشترك فيها خيرة ضباط التحقيق وخيرة ضباط جهاز المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، وأيضا تحت إشراف قضاة مهرة لملاحقة ومتابعة المجرمين والجنات الحقيقيين الذين اشترحوا واقترفوا هذه الجريمة الإرهابية النكراء بكل تفاصيلها. لذلك هو جانب الرصافة ليس ببعيد يعني من موقع التسجيل، وهذه الجريمة جريمة حقيقة تسترعي أن يكون هناك استنفار تام لكل الأجزاء الاستخبارية والمخابراتية والقضائية لملاحقة والتوصل إلى الجنات الحقيقيين. لذلك أعتقد أن هذه الجريمة سيتم كشف النقاب عنها سريعا وعاجلا ودون أي مواربة ودون أي إخفاء، لأن هذا الشخص هو ليس شخصا عابرا، وحتى وإذا كان عابرا وبعد الكشف يعني بشكل سريع عن الجنات، برأيك كيف سيكون تعامل معهم؟ يعني في وقت سابق تم إلقاء القبض على الصندوق الأسود أو ما يسمى بالصندوق الأسود قاسم مصلح، وجرى بعده كل ما جرى في المنطقة الخضراء وكل ما تبعه من تداعيات أمنية. اليوم أين تذهب، يعني في أي مسار تذهب هذه التحقيقات، وكيف نتوقع أن تكون النتائج؟ شوفوا سيد ربا، استاذ ماجد حميد قال يعني عبارة جملة جدا مهمة تكاد تكون هي صلب الموضوع، قال إن التحريض هو السبب الرئيسي في تنفيذ عمليات القتل والاغتيال والملاحقة. وملف الاغتيال حقيقة ملف شائك جدا في العراق، وهو ملف يحتاج إلى مزيد من كشف النقاب. لذلك يعني اللجنة التي تم تشكيلها من قبل السيد الكاظمي بمتابعة قتلة المتظاهرين، بمتابعة ملف الاغتيالات، بمتابعة من يقف خلف هذه الاغتيالات ماضي قدما وبإشراف قضائي، أعتقد نحن إذا أيام قلائل سيتم كشف النقاب عن جانب جدا مهم عن هذه العمليات التي تمت وتتم، يعني إذ لا بد من إيقاف نزيف الدم عبر عمليات. طب كم ترتبط يعني هذه المحاولات للسيدة الكاظمية بملاحقة المتورطين بعمليات الاغتيال سواء لناشطين أو لمسؤولين رسميين، كم ممكن أن ترتبط باستهداف اليوم واغتيال العقيد نبراس؟ أنا أعتقد أن الأيادي التي اغتالت الضباط السابقين في المخابرات أو بالاستخبارات أو الناشطين أو المدنيين أو الإعلاميين، أعتقد هو نفس اللاين ونفس الجهة التي تخطط وتقتل، لأن الإجرام والإرهاب والقتل والموت والاستهداف والتحريض هما سيان. لذلك أعتقد الجهة واحدة والمنفذ واحد والقاتل واحد، وأعتقد أنه أنا مطمئن سيد ربا، مطمئن من, من, من القضاء العراقي ومن الأجهزة الاستخبارية العراقية بأنهم بعد الملاحقة وبعد التجديد والتقعر في عملية التوصل إلى الجنات، أعتقد سيتم التوصل إلى الجنات سريعا وعاجلا، لأن دم العقيد نبراس أنا في
تقديراتي لن يذهب سدى، ونبراس هو صاحب بصمة كبيرة جدا، وإن يكون هو جندي مجهول إلا أن استشهد ويعني دفع دمه تضرج بدمه، يلا تم كشف النقاب عن الأعمال البطولية التي كان يقوم فيها العقيد نبراس الفيلي الذي له دور والضاء، وأعتقد خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسليط الضوء عن جانب من مناقبه ومن بطولاته التي قام بها سيد ربا. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من بغداد. كنت معنا الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف، شكرا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا بعد الفاصل. ميليشيات الحوثي تقر بمجزرة مأرب وتزعم أنها استهدفت مقرا عسكريا قريبا. فيما لا تزال ردود الفعل المنددة بجريمة الحوثي في مأرب، أقرت الميليشيات بشأن هجوم في مدينة مأرب. أهلا بكم من جديد. إلى اليمن، وفيما لا تزال ردود الفعل المنددة بجريمة الحوثي في مأرب، أقرت الميليشيات بشن هجوم في مدينة مأرب الاستراتيجية زاعمة أنها استهدفت مقرا عسكريا قريبا. وزعم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي أنهم استهدفوا مقرا عسكريا قريبا من المحطة التي سقط فيها الصاروخ البالستي، مخلفا 21 قتيلا في آخر إحصائية نشرتها ليلة الأحد وكالة الأنباء اليمنية. لكنه في الوقت عينه طالب بفتح تحقيق مستقل في حيثيات الهجوم، وعيدا بدفع تعويضات، لأنه لم يوضح كيف سيكون هذا التحقيق مستقلا ومن سيقوده بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. هذا وتتوالى الإدانات اليمنية والدولية أيضا لمجزرة الحوثي في مأرب، حيث حثت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية على إنهاء هجومها على مأرب. تصريحات السفارتين جاءت بعد الهجوم الصاروخي الحوثي على إحدى محطات الوقود في مأرب، والذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 21 قتيلا. وطالبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى اليمن بضرورة وقف الصراع هناك، ووصفته بغير الإنساني.
معبرة عن صدمتها المروعة من الهجوم الحوثي. وطلب السفير البريطاني مايكل آرون الميليشيات الحوثية بالمشاركة بشكل جاد في جهود وقف إطلاق النار الأممية والتي من شأنها منع ما وصفها بالخسائر المأساوية. ووصف السفير البريطاني القصف الصاروخي الحوثي على مأرب المروع وطلب الميليشيا الحوثية بإيقاف هجومها. من مأرب ينضم إلينا محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة. أهلا ومرحبا بك الشيخ سلطان معنا في استوديو الحدث لليوم. ميليشيا الحوثي تعترف بأنها قصفت مأرب بصاروخ وقالت أنها استهدفت مقرا عسكريا، كيف تردون على ذلك؟ شكرا لكم. أولا نرحب بقناة الحدث ونشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم للأحداث في اليمن. الحقيقة ما ننتظر من ميليشيا الحوثي الإرهابية إلا مثل هذا الكلام، مثل هذا الصاروخ ومثل هذه الاعترافات المزيفة. أي معسكر يقتل فيه الأطفال والمدنيين؟ أين يوجد هذا المعسكر؟ ما هو الخنادق؟ ما هو القتال الموجود في هذا المعسكر الذي يوجد فيه الأطفال والمدنيين الذين يؤدون أعمالهم اليومية في داخل المدينة؟ هذه أكذوبة من أكاذيب الميليشيا الحوثية التي تعودنا عليها وتعود عليها العالم، ونحن نربأ بالعالم أن يستمع لهذه الميليشيات الإرهابية التي دائما دأبت على الكذب والخداع. نحن نشاهد والعالم يشاهد، والأمر الآن لم يعد أمر مخفي، فالعالم يشاهد ولديه من التكنولوجيا ومن الوسائل التي يعرف بها الحقائق مباشرة. ميليشيا الحوثي أيضا تتعهد بفتح تحقيق تقول أنه مستقل لكشف ملابسات هذا الاستهداف في مأرب. بداية الكل يتساءل كيف سيكون مستقل وهي من ستقوم أو ترعى هذه التحقيقات التي تتحدث عنها، وبرأيك ما الذي يدعوها هذه المرة للانخراط في هذا الموضوع والحديث عن موضوع تحقيقات وهي تقول بأنها هي من أطلقت الصاروخ باتجاه مأرب؟ الميليشيا الحوثية تحاول باستماتها منذ 6 سنوات للسيطرة على محافظة مأرب، وعندما تعجز دائما تعودنا منها، عندما تعجز عن الدخول أو الهيمنة أو السيطرة على هذه المحافظة دائما تعودنا منها إرسال الصواريخ البالستية والطيران المفخخ الإيراني، وكذلك الدفع بالخلايا النائمة لزرع العبوات الناشفة في الأسواق والطرقات العامة. أي تحقيق تتحدث عنها ميليشيا الحوثي؟ فلنحدد عن شعب يعني انتهى بمؤسساته برجاله بنسائه بأطفاله بكل ما بمقدراته. الشعب اليمني احترق تحت سيطرة هذه الميليشيا الحوثية منذ ما يقارب 7 سنوات، والعالم يشاهد والشعب اليمني يحترق بنار هذه الميليشيا الحوثية. واليوم يقول تحقيق، نحن نرحب بتحقيق دولي في كل القضايا، نرحب بتحقيق دولي محايد. هل تطالبون يعني بدوركم كمحافظ لمحافظة مأرب، هل تطالبون بإجراء تحقيق دولي في هذه المجزرة على وجه التحديد وكل ما ترتكبه ميليشيات الحوثي في مأرب؟ بل ونلح في ذلك، نطالب بإلحاح، ليست مطالبة عادية، نطالب بإلحاح في التحقيق فيما يجري في الشعب اليمني من هذه الميليشيا التي لا تؤمن إلا بالموت والدمار كما رفعت شعارها بهذا، والحقيقة صدقت مع شعارها، رفعت شعار وأتبعته العمل، رفعت شعار الموت والتدمير والخراب للإنسان والأرض، وفعلا نفذت ما تقول. نحن نطالب بتحقيق، ولا يفوتنا في هذه المناسبة ومن خلالكم أن نشكر التعاطف الدولي والعالمي الإنساني مع هذه القضايا الإنسانية الكبيرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. من مأرب كنت معنا محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة. من القاهرة ينضم إلينا أيضا محمد صالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد معنا في استوديو الحدث لليوم. يعني خلافا لما جرت عليه العادة من قبل ميليشيا الحوثي إما النفي أو غض النظر عن أي جريمة أو مجزرة ترتكبها، اليوم تعترف بأنها هي من استهدفت مأرب بصاروخ وتقول أنها استهدفت مقر عسكري وأيضا تسعى للقيام بتحقيقات تقول أنها مستقلة. ما الذي يفسر هذا الموقف برأيك؟
طبعا جماعة الحوثي هي منذ اليوم الأول تقوم بالعمليات الإجرامية التي لم تسبق لها في اليمن لأي جماعة أخرى، سواء حتى الجماعات الأخرى الإرهابية داعش والقاعدة لم تقم بنفس جرائم جماعة الحوثي. عندما تستهدف المدنيين وتستهدف الآمنين والنازحين وغيرهم بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، ثم تدعي أنها تستهدف مواقع عسكرية ليس لديها أي قيم أخلاقية أو لديها أي رادع من المجتمع الدولي لهذه الجرائم. جريمة يوم أمس الأول ليست الأولى في مأرب، عندما تحدث على مأرب على وجه خصوص، طبعا هناك جرائم سبقتها في عموم الجمهورية، وكما تحدث الأخ المحافظ جرائم الحوثي طائرات اليمنيين جميعا، مؤسسة الدولة وتهجير اليمنيين وقتل وتعذيب واختطاف واغتصاب، جرائم متكاملة تم الحديث عنها بجميع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام. جريمة يوم أمس ليست هي الأولى في مأرب، سبقها بيومين استهداف منزل الشيخ علي بن حسن بن غريب بصاروخ باليستي في ظل اجتماع شخصيات قبلية لمناقشة خلافات قبلية موجودة، حاولوا استهداف المجتمعين، لولا لطف الله كانت ستكون هناك كارثة كبيرة. هذه الجرائم المتوالية على مأرب تأتي في ظل سكوت وفي ظل تغاضي من قبل المجتمع الدولي على هذا الجرائم. خرجت يوم أمس في ظل الضغط الذي حدث من قبل الإعلام العربي والإعلام اليمني والناشطين على اليمنيين على السوشيال ميديا والعرب، أظهروا بشاعة وصورة الطفلة المحترقة، حركت قليل من المشاعر وقليل من المشاعر الإنسانية لدى البعض، واصدروا بيانات في ظل الضغط الموجود من، لكن هناك جرائم تمت أبشع لم تتناولها وسائل الإعلام. طيب محافظ مأرب، طلب بتحقيق الصور بعد حاول محافظ مأرب طلب بتحقيق دولي وليس تحقيق على طريقة ميليشيا الحوثي، يعني استنادا للبيانات التي أصدرت خاصة من سفراء بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتنديد بهذه المجزرة في مأرب، كم ممكن أن يكون وارد في هذه المرحلة؟ طبعا من المضحك أن الحوثي يطالب بلجنة تحقيق وهو المجرم وهو يريد أن يكون هو الخصم وهو القاضي. ندرك جيدا أن هذه جماعة ليس لديها أي قيم وليس لديها أي مبادئ وأخلاق، لكن المطالبة التي أطلقها قبل قليل عبر قناة الحدث محافظ مأرب لتحقيق دولي مهم جدا، أن يتعاطى المجتمع الدولي مع هذه الجريمة، وهناك ملفات متكاملة للجرائم التي قامت بها جماعة الحوثي في مأرب. هناك استهداف ممنهج للمدنيين عن سبق إصرار، استهداف لمواقع مدنية بعيدة كليا عن المواقع العسكرية. نتحدث في بعض الأحيان عن وجود خطأ معين أو عن حالة إحداثيات تبتعد ب 500 إلى 300 متر، لكن عندما تكون على عشرات الكيلوات وعلى أكثر من المواقع العسكرية، هذا استهداف ممنهج للمدنيين لبث رسالة رعب وتخويف لمن موجود في مأرب، وهي رسالة لم تعد لها أي مفعول أصلا لدى الموجودين في مأرب، لأنهم أصلا اتخذوا قرارهم بمواجهة الحوثي ولن يعودوا عن هذا القرار. كنت أشرت أيضا في معرض حديثك على الموقف البريطاني والأمريكي، اليوم هذه هي المجزرة في مأرب، كم ممكن أن يعني تجعل أو تدعو المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة لممارسة ضغوط أكبر على ميليشيا الحوثي للالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية جدية؟ طبعا هي بادرة جيدة من قبل السفير الأمريكي أو السفارة الأمريكية والبريطانية الحديث عن جريمة مأرب، لكن كنا نتمنى أن تتعاطى الدول التي الفاعلة في المشهد اليمني والأمم المتحدة مع قضية مأرب بشكل كما تعاملوا مع 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 محافظة الحديدة عندما كانت القوات الشرعية على تخوم محافظة الحديدة. قام المجتمع الدولي وضغط على الشرعية وعلى التحالف وأوقف التقدم قوات شرعية، مع أن هناك فارق كبير، نحن نتكلم عن قوات شرعية وجيش وطني وتحالف عربي معترف به، وكان يقوم بعملية عسكرية محددة ضد العناصر الميليشياوية الحوثية.
في المقابل الهجوم على مارب منذ أكثر من 7 سنوات وهناك كثافة في الهجوم على مارب من خلال 6 أشهر في ظل صمت مطبق عن هذا الهجوم ما عدا بعض البيانات الخجولة سواء من المبعوث الأممي أو بعض الدول الأجنبية التي حدث باستحياء عن هذا الهجوم. المأرب فيها أكثر من 2,500,000 نازع في مأرب. الكثافة السكانية لا تعني لهذا المجتمع الدولي شيء؟ ألا تعني أن هناك كارثة إنسانية محدقة؟ هناك فعلا كارثة إنسانية حلت في مأرب. أكثر من 36 مخيم تم إغلاقها وتم تهجير أبناء النازحين الذين نزحوا من المحافظات التي سيطر عليها الحوثي. أعقبها الحوثي إلى مأرب باستهداف هذه المخيمات ونزوح جديد لهذه النازحين. هذه الكارثة الإنسانية تحرك ضمير العالم. ضمير العالم للأسف أنه ليس هناك تعامل منطقي مع ما يحدث في اليمن وخصوصا بمأرب مع هذا المجتمع الدولي. وضحت الفكرة. أشكرك من القاهرة. كنت معنا محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس. شكرا لك. إلى السودان. أوقفت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية أوقفوا 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم القاعدة. وقال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض للحدث إن التحريات بيّنت أن المتهمين مدانون بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية في بلدانهم. وأوضح العوض أن بعض المعتقلين دخلوا السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي. بعضهم ضمن قائمة المطلوبين لدى مجلس الأمن. موضحا أيضا أن من بينهم حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين. أحدهم متهم أيضا بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في سوسة ومطلوب لدى تونس. من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الحدث لينا يعقوب. لينا أهلا بك. هل تكشفت أي معلومات أو تفاصيل جديدة حول إلقاء القبض على 9 من تنظيم القاعدة في الخرطوم؟ أهلا بك روبا. نعم، هذه الخلية الإرهابية ألقي القبض عليها قبل نحو 2 شهر. ألقت السلطات متمثلة في نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وكذلك الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية القبض عليها. هذه الخلية من جنسيات مختلفة. كان القصد أنهم يتلقون تدريبات لتنفيذ هجمات في الخليج واستهداف مرافق حيوية في الإمارات بحسب التحريات وبحسب ما قاله لنا وكيل نيابة الجرائم مكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض صباح اليوم. يمكن أن نشير أيضا إلى أن هذه إلقاء القبض على هذه الخلية تم في عهد النائب السابق تاج السر الحبر، وأن هذه الخلية الآن لماذا هل هناك تفسير من قبل السلطات السودانية لينا لتأخر الإعلان عنها لحتى هذا الوقت؟ حتى تكتمل التحريات ربا، وهناك طلبات مقدمة من بعض الدول من بينها الإمارات وتونس لتسليم هؤلاء المطلوبين إليهم، ومن المتوقع أن تتم هذه العملية خلال الفترة القليلة المقبلة. هناك 3 متهمين من جنسيات يمنية. طلب النائب العام الإماراتي من النائب العام السوداني السابق تسليم هؤلاء المتهمين. وهناك أيضا متهم في تفجيرات في سوسة وهو تونسي، وأيضا هناك طلب من النائب العام التونسي بتسليم هذا المتهم. هناك بقية من المتهمين، ولكن تكشفت هذه المعلومات بالتحريات التي أجرتها السلطات المختصة. هذه هي الخلية 4 في هذا العام. كانت هناك خلية في الطائف وخليتين في شرق النيل، وهناك أيضا خلية كانت بحوزتها عدد من المتفجرات. هذه الخلية حتى هذه اللحظة لا يعرف تلك الخلية السابقة، لا يعرف إن كان القصد منها القيام بعمليات تنقيب ذهب أم أنها كانت خلية إرهابية. حتى هذه اللحظة لم تكشف السلطات نتائج هذه التحريات، لكن هذه هي الخلية 4 في هذا العام التي تلقي السلطات السودانية القبض عليها. أشكرك على كل هذه المعلومات. من الخرطوم كنت معنا مراسلة الحدث لينا يعقوب.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم أيضا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الباحث الاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور أمين معنا في استوديو الحدث لليوم. هي رابع خلية يتم إلقاء القبض عليها كما ذكرت مراسلتنا من الخرطوم، وألقي القبض عليها قبل شهرين. برأيك ما هي التفسيرات الأمنية على الأقل للحديث عنها اليوم، وكم تشكل من خطر اليوم هذه الخلية؟ صباح الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذه هي الخلايا النايمة، تم تسريبها إلى السودان بعد أن تم إخراج تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من العراق ومن سوريا ومن دول أوروبية. تسربت هذه العناصر إلى السودان لتبقى كخلايا نائمة، ولذلك أتوقع أن يكون هنالك المزيد من الأفراد، خاصة وأنه في استقطاب كبير جدا في المنطقة وفي السودان. أمس تم اغتيال قائد بوكو حرام شيخ أبو بكر في صراع بين بوكو حرام وبين تنظيم الدولة الإسلامية. والآن السودان أيضا به بعض المتغيرات مثل التطبيع مع إسرائيل والعلمانية وفصل الدين عن الدولة، لذلك هذه الخلايا تعمل داخل السودان وتعمل في أهداف خارج السودان. التأخير الذي تم في ما بين القبض والإعلان هو ارتباط هذه الخلية بدول إقليمية لها علاقات مميزة مع السودان، ولذلك كان لابد من التأكد من مصادر التمويل، التأكد من قياداتها، التأكد من أهدافها حتى يتم الإعلان الآن عن القبض. وتكشفت على يعني دكتور برأيك تكشفت كل هذه المعلومات لصالح من يعملون، من هي الجهة الممولة؟ اللجان الآن تحصلت على هذه المعلومات ولكن لم يتم النشر، ولكن أعتقد إنها هي توزيع لقيادات التنظيمين سواء كان القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية. بعد خروجهم من العراق وسوريا توجهوا إلى المناطق الآمنة اللي هي جنوب الصحراء، سواء كان في تشاد، في النيجر، في مالي، في نيجيريا، في السودان. هذه الدول يسهل العبور لطول الحدود، وحقيقة السودان مجابة بتحديات وتهديدات كبيرة جدا من جهة الغرب والشرق، لذلك تسربت هذه العناصر. ومعلوم أن القيادات الآن في حالة اختفاء، هناك قيادات موجودة في أوروبا، قيادات موجودة ما زالت في الشام، لذلك هذه الخلايا النائمة ستعمل على يعني توتير المنطقة ومحاولة تنفيذ بعض الأهداف في دول الخليج التي تتعاون تعاون كامل في محاربة الإرهاب ومنع تمويل الإرهاب، لذلك هي مستهدفة من هذه التنظيمات. والسودان يحاول من خلال القوانين الداخلية منع هذا التواجد. دكتور يعني هل سيصار إلى تسليمهم؟ هناك مطالبات اليوم من الإمارات وأيضا من تونس لتسليم المتهمين، هل يمكن أن يتم تسليمهم؟ حقيقة السودان متعاون منذ فترة طويلة سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الدول الأوروبية مع فرنسا في تسليم إرهابيين دخلوا إلى السودان في فترات تاريخية متفاوتة، لذلك النهج الآن هو التعاون في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن السودان تم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لذلك أي تأخير هذه النقطة بالتحديد دكتور أمين، موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وكل ما جرى من بعد ذلك، كم يعني يضفي تحدي أكبر على السلطات السودانية لضبط الموضوع الأمني تحديدا، وكم هي قادرة على ذلك في هذه المرحلة على ضوء كل التحديات والتطورات المحيطة على الأقل؟ التغيير الذي حدث في السودان بعد ثورة ديسمبر واضح جدا توجه السودان إلى إخلاء السودان من أي خلايا نائمة، تعاون كامل غير محدود في مجال مكافحة الإرهاب ومجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك أعتقد أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات الطالبة بعد إثبات تورطهم. وأيضا السودان كان مستفيدا في النظام السابق، حقيقة مستفيدا من وجود هذه العناصر لتوجهات أيديولوجية، الآن تغير الموقف تماما، العلاقات أصبحت مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج علاقات ممتازة في حدها الأعلى وفي حدها الأدنى،
لذلك سيتم التعاون، والسلطات السودانية الآن تعمل على إخلاء السودان من أي خلايا نائمة موجودة أو أي عناصر لها علاقة بهذه التنظيمات الإرهابية. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من الخرطوم. كنت معنا لواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الباحث الاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية. شكرا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا بعد الفاصل. وفاة علي أكبر محتشمي بور أحد مؤسسي ميليشيا حزب الله في لبنان بفيروس كورونا. من جديد، توفي علي أكبر محتشمي بور وزير الداخلية الإيرانية الأسبق وأحد مؤسسي حزب الله في لبنان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأكدت ابنته محتشمي خبر وفاته بمستشفى خاتم الأنبياء في طهران عن عمر يناهز 75 عاما متأثرا بالوباء. ومع الحديث عن وفاة مؤسس ميليشيا حزب الله، عاد الحديث عن ملف التجنيس إلى واجهة الجدل في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف مغردون لبنانيون عن تواجد إيراني متزايد في ضاحية بيروت الجنوبية. ويؤكد مغردون أن هؤلاء الإيرانيين يقطنون الآن في هذه المنطقة وليسوا زوار عابرين. والتفاصيل عن كل ذلك مع الزميلة رولا الخطيب. رولا تفضلي.
مرحبا ربا إليك وللمشاهدين. ربا، كأنك عم تقري كتاب كل يوم أو يتم كتابة كتاب، ففي فصل جديد من كتاب تحويل لبنان إلى محافظة إيرانية ضمن دولة ولاية الفقيه، كشف مغردون لبنانيون معلومات عن أن هذا الأمر لا يتم فقط عبر ميليشيا حزب الله، بل أيضا عبر رئاسة الجمهورية اللبنانية. إذ كشف المغردون أن رئاسة الجمهورية تعد مرسوم تجنيس للإيرانيين، لذلك أطلق ناشطون أو بالأحرى أعادوا تفعيل هاشتاغ ثورة لبنانية ضد إيران. شربل غرد بالإنجليزية بما معناه لن نسمح لك بتدمير بلدنا لبناء بلدك، وأرفقها بهذه الصورة، صورة أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله وهو يعمل على حياكة العلم الإيراني عبر نسل العلم اللبناني. سننتقل إلى تغريدة أخرى لزاك. زاك قال: سوف يأتي اليوم وأرى شعبي يهتف ضد المخرب والفاسد والمحتل الفعلي للبنان، وطبعا الهاشتاغ ثورة لبنانية، ووضع صورة حسن نصر الله كما ترونها. إيران لا تشبه لبنان لا من بعيد ولا من قريب، هذا ما رآه هذا المغرد أو الأحرى سامي جميل، كان يتحدث بهذا الأمر. وأيضا أحمد حطوم أعاد تغريد ما يقوله على ما يبدو. فلبنان بلدنا وهذه أرضنا، ووعدنا لكل اللبنانيين أن ندافع عنه وعن سيادته وحرية شعبه. هو يقول بأننا مررنا في لبنان بظروف صعبة ولم نتراجع أو نستسلم، وأيضا بسبب أيادي القتل التي تحاول إرسال رسائل لتخيفنا، نحن لسنا أفضل ممن سبقونا. أبو فراس قد يكون من القلائل الذين كشفوا عما يجري في دوائر القصر الجمهوري، حيث يتم إعداد مرسوم لتجنيس إيرانيين لبنانيين لتأمين الأكثرية النيابية للتيار الحر والثنائي الشيعي في الانتخابات المقبلة وفق أبو فراس. أما زينة فأكدت أن التغيير الديموغرافي مشروع كبير عم بيواجهه لبنان من سنين طويلة، هيدا قضية وجودية ما بأمن فيها إلا الأشخاص الأحرار السياد القرار، وكل شخص بيشتغل عكس هالمنهج بيكون أداة لتطبيق الأجندات الخارجية والمصالح الخاصة. لبنان وفق مغرد آخر انتهى، تمدد إيراني عقائدي من خلال التغيير الديموغرافي الهائل لصالح مناصري عقيدة ولاية الفقيه، وهو يعتبر هذا المغرد أنهم يمثلون الأكثرية في الطائفة الشيعية الكريمة. 2 بسبب التخلي الكامل من دول الخليج، وسببه الجيل الجديد وفق هذا المغرد الذي لا يحب لبنان، والسبب هو ما يسمعه من بعض اللبنانيين من كلام سيء تجاهه. والآن إلى آخر تغريدة لأشرف ريفي. أشرف يجب أن تظهر الآن، هو كما نعلم نائب في البرلمان اللبناني. هو قال بدوره أن ما قاله رئيس الحكومة عن أن لبنان تحت الحصار يعتبره أشرف ريفي تضليل، فلبنان في سجن إيراني عزله عن العالم العربي والمجتمع الدولي. هو يرى أنه للأسف يغض البعض رأسه بالرمال ولا يجرؤ على قول الحقيقة، فتحرير لبنان من وصاية إيران هو المدخل للخروج من الأزمة. حكومة حزب الله بأي شكل تم تقديمها ستسرع الانهيار والعزلة، وهذا وفق أشرف ريفي. ربا، نعود إليك. شكرا لك رولا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ حنا معنا في هذه النشرة في استوديو الحدث اليوم. هذه الدعوة التي تحدثت عنها زميلة رولا ورصدت ردود فعل وتفاعل اللبنانيين على تويتر تأتي بوقت يشهد لبنان ربما أكثر مراحل التوتر تجاه ميليشيا حزب الله وما تسببه ممارساته من أيضا تداعيات سياسية واقتصادية غير مسبوقة ربما. ما الذي يريده برأيك من وراء تجنيس إيرانيين وأعطائهم الجنسية اللبنانية؟
بداية وفق المتابعات التي أقوم بها كمتعاط بالشأن العام وكإعلامي، ما من معطيات حقيقية حول هذا الموضوع. لقد عرف لبنان منذ العام 90 ثلاث مرات صدور مراسيم تجنيس أيام الياس الهراوي، وكان بضغط واضح من النظام السوري وزريعة أن اللبنانيين لم يتم تجنيسهم من القرى الحدودية أو من عرب وادي خالد، لكن تم تجنيس أعداد كبيرة غير اللبنانيين، وكان التجنيس الأكبر نحو 10% من اللبنانيين. التجنيس الآخر تم لأعداد حوالي 200 شخص في أيام الرئيس ميشيل سليمان، وهو تجنيس بكل أسف عملية بزنس مالية. أما العملية الثالثة ففي بداية عهد الرئيس ميشيل عون، وقد شملت بكل أسف أيضا مجموعة من المطلوبين في بلدانهم من المتهمين بتجاوزات وارتكابات، وكان العدد نحو 140 شخصا إلى آخره. هناك في عدد من البلدان، يعني هو الموضوع مفتوح بحسب المعطيات التي أمامك. هي معروفة قصة بعض المطلوبين السوريين مثلا، وحدثت تداعيات كبيرة بعد ذلك وتم إيقاف ذلك المرسوب. هل هناك غير سوريين أيضا ينضمون؟ لم يتم وقف المرسوم، تم تنفيذه ونشر بكل أسف رغم الاحتجاجات. لكن بالوضع الحالي ما من مراسيم، لأنها تأخذ طابع إداري وقانوني من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية فالجريدة الرسمية، العملية ليست بسيطة. لكن ما أريد أن أنبه إليه أنه مع الانهيارات الكبيرة التي يعيشها لبنان، مع الفراغ الكبير، مع محاولة تهديم المؤسسات وجعل الدولة تتلاشى، مع هذه الدولة المخطوفة بالفساد بالطائفية بالسلاح، يمكن أن نصل إلى وضع قانوني مستقبلي يسهل أي عملية تجنيس مستقبلية. هذا الخطر قائم كخطر مستقبلي، لكنه ليس قائم الآن، إنه خطر مستقبلي حقيقي. ودائما هناك مشاريع القوى التي تريد أن تهيمن، ولبنان هو في عين العاصفة لجهة السعي من جانب طهران للهيمنة عليه. مشاريع الهيمنة تقوم على اقتلاع الناس وعلى التجنيس، وهذا أمر معروف، شهدنا الكثير منه في سوريا عندما تم اقتلاع مدن بكاملها وتم تجنيس آخرين، عندما صدر القانون رقم 10 في سوريا الذي يحاكي الأوانين الملكية في الكيان الصهيوني عندما انتزعت الملكية والجنسية من العرب الفلسطينيين. هذا الخطر قد يكون ذات يوم يهدد لبنان. نعم. في حال استمر هذا الانهيار الكبير بدون حكومة، بدون سلطات، مجلس نيابي مستتبع، كل المؤسسات تتلاشى ويتراجع دورها، ويدفع الناس إلى حالة من البؤس الشديد. نعم. بحيث يصبح شلل كبير وعدم قدرة الناس على مواجهة هذا. يعني هذا الموضوع أثاره اللبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار مخاوفهم، لأنهم يقولون بحسب طبعا بعض التغريدات أنهم يرصدون وجود لإيرانيين بشكل كبير في ضاحية بيروت الجنوبية. أكدوا أنهم ليسوا زوار سيعبرون لبنان، ولكن هم مقيمون فيها. ما هو حجم المخاوف من التغيير الديموغرافي حتى ولو أنك تؤكد بأن مستقبلا وليس الآن؟ بدون شك الخطر كبير والمخاوف كبيرة، ومنذ عقد النظام السوري الاتفاق في الثمانينات مع إيران كان هناك وجود لإيرانيين في لبنان. وقبل قليل استمعنا إلى خبر وفاة علي أكبر محتشمي الذي في الثمانينات القرن الماضي أسس حزب الله. نعم، هناك وجود دائم لمجموعات إيرانية في لبنان
تقود أكثر من عمل، تنظم أكثر من عمل مرتبط بإعلام لقوى الممانعة، لدعم الحوثيين، لتدريب مجموعات مختلفة في أكثر من منطقة في لبنان. هذا أمر معروف ولكنه أمر غير قانوني، حتى أنه يوم بدأ انتشار وباء انتشرت الجائحة في لبنان رفضت السلطات اللبنانية وقف خط الطيران بين بيروت وطهران، وقيل من قبل وزير الصحة آنذاك وهو محسوب على حزب الله وهو قيادي في حزب الله بأن هذا الأمر سياسي خطير وهو فوق البحث، واستمر لبنان يستورد الوباء تلك الفترة. نحن أمام ما الذي يحل هذه المشكلة بأقل من دقيقة أستاذ حنا؟ ما الذي يحل هذه المشكلة أو هذا الخطر اليوم؟ الطابع القانوني، أي أنه ما من مراسيم إلا إذا كانت هناك نوايا، لا يمكن أن نحاكم على النوايا، نتحدث عن المعطيات الجدية الموجودة. الخوف يجب أن يكون موجود والتوجس يجب أن يكون موجود وهو مبرر، لكن ليس هو الواقع. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضا من بيروت كنت معنا الكاتب الصحفي حنا صالح، شكرا لك. ومشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من استوديو الحدث. المزيد من الملفات والتطورات والأخبار في الساعة المقبلة، ابقوا معنا. ردت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض. الحكومة هذه المرة لن تكون معزولة كما كان في السابق. خلال دقائق يفترض أن تصل الحكومة اليمنية إلى عدن. كل متفائل ويقول بصوت واضح كل أوف يا رب في المطار دوي انفجار دوي انفجار. صاروخ استهدف صالة الانتظار في المطار. رسالة واضحة من طهران إلى عدن أن الحكومة يجب أن توقف في مهدها. اليمنيون يعانوا أزمات مركبة واحتياجات إنسانية ملحة. هذه صور مباشرة وحصرية أثناء عملية توزيع السلال الغذائية. إطلاق 3 صواريخ من منطقة الجند نحو عدن. القتل بالنسبة لجماعات الحوثي هو رافع من رافع بقائها. البعض يرى بأنه قد يكون هذا الاستهداف هو رسالة إيرانية للولايات المتحدة بشكل غير مباشر. إلى أي مدى قد يكون بالفعل ذلك دقيق؟ هذه الصور المباشرة لتظاهر المسؤولية ملقاة على وانا شخصيا عادي نفسي مش عارف اذا بدك بتقول انا البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك. أياً كان الحدث، أينما كان، وقتما كان، كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة. لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. Thank you.
مجهولون يختلون ضابطا كبيرا في المخابرات العراقية، والكاظمي يأمر بالتحقيق ويؤكد على الحوار حقنا للدماء. الحوثي يقر بمجزرة مأرب ويزعم استهداف مقر عسكري قرب محطة الوقود، وحماس تهديه درعا. الخرطوم تلقي القبض على خلية للقاعدة من 9 أشخاص، أحدهم متهم بالتخطيط لهجوم سوسة في تونس. الطاقة الذرية تبحث مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، والبرلمان الإيراني يشترط بقاء اليورانيوم وأجهزة الطرد في إيران. داعش يعلن انتحار منافسه زعيم بوكو حرام بعد إصابته باشتباكات بين التنظيمين، والجماعة تلتزم الصمت. من جديد في الساعة الثانية أيضا، الشان اليمني، وبعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب الحوثيين مجزرة مأرب، التقى ممثل حركة حماس في صنعاء معاذ أبو شمالة بمحمد علي الحوثي أحد قيادي الميليشيات، مقدما له هدية تقدير على مواقفه تجاه الحركة. كما ثمن أبو شمالة لما وصفها بالمبادرات التي أطلقها زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في إشارة للدعوة إلى جمع الأموال، والتي أثارت خلافات شتى لاحقا بين قادة الميليشيات. إلى ذلك قدم أبو شمالة درع حماس لعضو ما يسمى بالمجلس الحوثي تقديرا لدور الميليشيات في دعم حركة حماس بحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة للميليشيات. وللحديث عن لقاءات قيادات حركة حماس وميليشيا الحوثي اليمنية، معنا في الاستوديو الزميلة ميس الحربي. ميس، أهلا بك. هذا اللقاء في صنعاء بين ممثل لحركة حماس وميليشيا الحوثي، ما هي تفاصيله وما السبب وراء تقديم هذه الهدية؟ ربما طبعا هذا اللقاء أول شيء توقيت واستفز اليمنيين، هو يأتي بعد يوم واحد من مجزرة الحوثي في مأرب والتي راح ضحيتها نساء وأطفال. من صنعاء ظهر لقاء لوسائل الإعلام يجمع بين معاذ أبو شمالة ممثل حماس لدى ميليشيا الحوثي، وهو يثني على ميليشيات الحوثي ويشكرهم، بل إن أبو شمالة أكد على أن اللقاء مع عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثي وهو محمد علي الحوثي يتوج العلاقات بين حماس وميليشيا الحوثي. نشاهد ماذا قال في اللقاء الذي ظهر على وسائل الإعلام، تابعوا. هذا اللقاء الطيب إن شاء الله هو تتويج لهذه العلاقات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس ومع الإخوة هنا في أنصار الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يزيد من هذه العلاقة ويجمعنا وإياهم دائما في طريق التحرير والنصر إن شاء الله، وأن تنكسر كل هذه المؤامرات الهجمة على المقاومة، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء تم تقديم درع الحركة للأخ السيد محمد علي الحوثي تقديرا منا وعرفانا بجهوده في دعم القضية الفلسطينية، وإن شاء الله نكون شركاء جميعا في الشرف والأجر في حماية والدفاع عن الأقصى والقدس وجميع مقدسات المسلمين. في مارس الماضي أيضا انتشرت صور للقاءات جماعات ممثل إيران لدى الحوثي حسن إيرلو. هذه الصور كانت حسن إيرلو بقيادات، أيضا اجتمع مع قيادات فصائل فلسطينية في صنعاء، وانتشرت صور هذا اللقاء مع ممثل حركة الجهاد الفلسطينية أحمد بركة، وممثل حماس معاذ أبو شمالة، وممثل جبهة التحرير عمر غنام، وأيضا ممثل الجبهة الديمقراطية خالد خليفة. طبعا هذه اللقاءات التي تحتضنها صنعاء تؤكد العلاقة المحورية بين حماس والإخوان والحوثيين المرتبطة طبعا بإيران في إطار ما يسمونه محور المقاومة، فيما الحوثي يشن حرب متواصلة على اليمنيين ويرفع شعارات للتغرير باليمنيين بمقاتلة إسرائيل وأمريكا، وهو يحشدهم
في الجبهات ربما. طيب ميس، يعني وجود ممثلين لحركة حماس في صنعاء ربما يكون قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية، ولكن السؤال اليوم بعد انقلاب ميليشيا الحوثي وخروج كل ممثلين عن المنظمات والحركات من صنعاء، لماذا لم يخرجون ويتخذون مقر لهم في مناطق الشرعية مثلا؟ ربما طبعا مثل ما نعرف بالتاريخ اليمني أن المنظمات الفلسطينية كان لها ممثلون في اليمن قبل الوحدة بين الشمال والجنوب، لكن بعد انقلاب الحوثي على الشرعية غادرت صنعاء كل البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات السياسية أيضا، فيما أبقت حماس والجهاد الفلسطينيتان ممثليها نظرا للعلاقة القائمة بين الحركتين وطبعا إيران. هذا هو المشهد ربما. شكرا لك ميس. أشكرك. وسنناقش أيضا تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة وضاح اليمن، المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة. سيد وضاح، أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث بعد ربما يعني أقل من 24 ساعة على مجزرة مأرب والضحايا الذين سقطوا فيها ومنهم أطفال. حماس تهدي درع لميليشيا الحوثي في صنعاء، كيف يمكن قراءة هذا الموضوع وخاصة في هذا التوقيت؟ يمكن مساكم الله بالخير سيدتي العزيزة. طبعا يمكن قراءة هذا الأمر من عدة اتجاهات. أحد أهم هذه الاتجاهات أن العلاقة بين حركة حماس وأيضا جماعة الحوثي وميليشيا الحوثي هي علاقة استراتيجية محكومة بعلاقة هذه الجماعات بإيران، ويدل على أن هذه الجماعة هي أداة من أدوات إيران. تحولت حماس من حركة مقاومة ضد الكيان الصهيوني إلى أداة من أدوات القتل التي تستخدمها إيران، سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان، وأيضا نشاطها الأكبر الآن في اليمن. حين نرى أن الفصائل الفلسطينية ممثلة بحركة الجهاد أو حركة أيضا حماس ممثلة تمثيل كامل منذ العام 2015 وتمارس أنشطة على الأرض اليمنية، صاروا هم أدوات قتل، تناسوا أن هناك قضية فلسطينية تهمهم في مواجهة إسرائيل، وصاروا اليوم يعملون يديرون عمليات قتل ضد اليمنيين في العاصمة. ولكنهم في بالتوازي مع ذلك هم يجمعون المال ويقولون بأن هذا المال سيتوجه لدعم الفصائل في فلسطين في غزة على وجه التحديد. كيف يمكن وصف النهج الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي في هذا الموضوع بالتحديد؟ طبعا ليست المسألة مجرد جمع أموال، ولكن هناك الآن صارت مصالح مشتركة وأيضا أنشطة أيضا مالية مشبوهة لغسيل الأموال بين جماعة الحوثي وأيضا حركة حماس. تدار هذه الأموال في أنشطة تجارية متواجدة في سلطنة عمان وأيضا في إيران وأيضا في البنوك اللبنانية وأيضا في فلسطين وفي المناطق أيضا التي تتواجد فيها إيران، سواء في بعض المناطق الأفريقية وأيضا في دول أمريكا الجنوبية، حيث تتواجد أيضا الحرس الثوري الإيراني يدير غسيل أموال وأنشطة أيضا مشبوهة فيما يخص تجارة المخدرات وأيضا بعض الأنشطة أيضا المشبوهة الأخرى في مجال الممنوعات وغيرها من الأشياء. إذن المسألة هي مسألة الآن مسألة مصالح مشتركة قائمة على غسيل الأموال، تستطيع من خلالها حركة الحوثي وأيضا حماس أيضا إدارة هذه الأنشطة وتمويل عملياتها أيضا الإرهابية في اليمن. بالنسبة لأبو شمالة طبعا وتواجده في صنعاء، أبو شمالة طبعا تواجده هو يدير أيضا يشرف على خبراء حماس وخبراء حركة الجهاد الإسلامي أيضا المتواجدين أيضا والذين يقاتلون إلى جانب حركة الحوثي. وأبو شمالة طبعا هو قائد وخبير أيضا عسكري مدرب تدريب عالي أيضا، ويستطيع أيضا الإشراف على كثير من العمليات العسكرية، بجانب أيضا ممثل النظام الإيراني حسن أيرلو أيضا المتواجد في العاصمة صنعاء. إذن الأمور واضحة في العلاقة الاستراتيجية التي صارت مع هذه الجماعة أيضا جماعة الحوثي بحماس، وأصاروا دور هم دور حسن إيرلو تحديدا في هذا الملف أيضا، كيف يمكن تفنيده، خاصة وأنه يقال بحسب الأنباء بأنه هو حل الخلاف عندما جمعت الأموال وتم الخلاف عليها بين قيادات ميليشيا الحوثي لأين تذهب ولمن تسلم، وهو الذي تسلم زمام هذا الموضوع. ما هو حجم الدور الذي يلعبه في هذا الموضوع؟
طبعا نلاحظ ان الخلافات التي كانت قد تمت بين فصائل جماعه الحوثي وظهرت على السطح ايضا بعد بين عدد من الاسر ايضا الهاشميه التي صارت تعاني كثير من الاختلاف فيما بينها البين وحركه التصفيات التي كانت قد تمت كان لوجود حسن ايرلو ايضا وتهريبه الى العاصمه المحتله صنعاء دور كبير في الامساك بزمام الامور وحل كثير من الخلافات وايضا فيما يخص فيها الاموال وفيما يخص ايضا الاشراف على عملية غسيل الأموال وأيضا الأنشطة سواء كانت العسكرية أو الأنشطة التجارية أو مسألة حتى جمع الأموال لما يسمى بدعم حماس والمقاومة الفلسطينية. وكان له دور كبير كما قلنا في الجانب العسكري أيضا تواجد الخبراء أيضا من حماس وحركة الجهاد أيضا لهم دور في هذا الجانب، هم يشكلون فريق واحد مع حسن أيرلو أيضا في دعم هذه الجماعة جماعة الحوثي في مختلف التوجهات. وأيضا ترتيب كما قلنا العلاقة الاستراتيجية لمسألة غسيل الأموال والأنشطة أيضا المشبوهة ليست في اليمن ولكن أيضا في كما قلنا في عدد مناطق العالم. اليوم صارت جماعة الحوثي لها كثير من الاستثمارات والأموال التي تم استثمارها فيما يسمى دعم المقاومة الفلسطينية، ولكن في حقيقة الأمر هي ممارسة أنشطة مشبوهة في عدد من الدول من أجل تمويل أيضا حروبها على الشعب اليمني. وهذه أيضا أبو شمالة تحدث عن أن الهدية لميليشيا الحوثي وكل هذا اللقاء في صنعاء عموما هو لتتويج العلاقات وتطويرها، ما هو موقف الشرعية برأيك وكيف سيكون إذا ما ثبت بالفعل أن هناك تطوير للعلاقات مع ميليشيا الحوثي وهناك مساعدة أو مساندة من قبل حماس لهم؟ الشرعية سيدتي العزيزة هي دولة لا تتعامل إلا مع دولة ومع السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن ولا تتعامل مع عصابة وميليشيا. للأسف في منظمة أو حركة حماس تحولت إلى مجرد أدوات قتل وعصابة تقتل اليمنيين ولا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال من قبل الحكومة الشرعية. سيكون تعامل الحكومة الشرعية معها مثل جماعة الحوثي كونها متواجدة في مناطق يمنية وتمارس الأدوات القتل ضد اليمنيين وتمارس أيضا الأنشطة في دعم هذه الحركة في دعم في خبراءها من خلال أيضا دعم أنشطة الحوثي في استهداف المدنيين في تطوير أيضا الأسلحة الميليشيا أيضا الحوثية في مواجهة مشروع الدولة. إذا لا يمكن للحكومة الشرعية أن يكون لها علاقة مع جماعة إرهابية حماس. للأسف أصبحت أنشطتها إرهابية مثل جماعة الحوثي وهي مرتبطة بتنظيم الإخوان الذي تقاطعت مصالحه ايضا مع تنظيم مع النشاط ايضا. نعم وضحت الفكره، يصبون في نفس البوتقه. اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والايضاحات. من القاهره كنت معنا وضح اليمن المحلل السياسي والباحث في شؤون الجماعات المسلحه، شكرا لك. واستوديو الحدث مستمر وفيها ايضا داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في سبها الليبية والبيبة يتوعد بضرب أوكار الإرهاب أينما كانت. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بالإجابة عن تساؤلاتها دون تأخير. لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات. تقدمات مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى. الانتصارات والخسائر. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفرق. يا الله. كل هذا يصلك في لحظة. ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث. Thank you.
بكم من جديد. إلى ليبيا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير سبها الانتحاري الذي أودى بحياة رجلي أمن، فيما استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة التفجير، وأكد أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة وستضرب كل أوقاره بقوة أينما كانت. قبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية أن عمليات البحث والتحري مستمرة لضبط الذين يقفون وراء تفجير سبها جنوب ليبيا، وأشارت إلى أنه ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم. من القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد معنا في استوديو الحدث لليوم. بداية، هل لديك أي تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم؟ كيف تم وما هو حجم تنظيم داعش حتى الآن في سبها؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. الهجوم الذي استهدف بوابة تمركز أمني تتمركز بها الكتيبة 106 والكتيبة 160 التابعة لقوات المسلحة العربية الليبية في ضاحية أبناء مازق، أحد ضواحي سبها بالطرف الجنوبي الغربي، أسفر عنهم 5 إصابات. هذا الانفجار المريع يأتي في إطار إعادة تنظيم داعش لنفسه وتحالفا مع بقايا القاعدة في المنطقة. لا ننسى أن ما يسمى بجيش الصحراء الذي كان يقوده سالم مهدي المدعو بأبو بركات الذي انضوى تحت لوائه بقايا داعش مما تم طردهم في منطقة الساحل من أقصى الشرق بنغازي درنا إلى سرت ما بين 2015 إلى 2017، قد شن العديد من الهجمات على القوات العسكرية التابعة للجيش الليبي. الآن فقط في الوقت القريب 14 من شهر مارس الماضي قامت القوات المسلحة العربية الليبية في بلدة أوباري بالقضاء على أحد أهم القياديين محمد ميلود المدعو أبو عمر، وكذلك العملية التي كانت في الثاني من هذا الشهر والتي استهدفت منطقة تارو 30 كيلومتر عن منطقة براق الشاطي في الجنوب الليبي، تمركزات لبقايا القاعدة 550 كيلومتر مربع هي المنطقة التي تتحرك بها القاعدة ومتحالفة طبعا مع داعش في إعادة تنظيم فيما يسمى ولاية فزان تابعة لداعش والقاعدة قاعدة المغرب الإسلامي. المجال والفضاء المفتوح يتمكن لدخول الأجانب من دول المجاورة تونس الصحراء الجزائرية الذين يأتون من تنظيم أزواد عبر الجزائر تشاد النيجر وأيضا خلايا من السودان، تمويلا مفتوحا أتيح لهم عندما كانوا يسيطرون على مفاصل مهمة تمويلية في الدولة الليبية ما بين عامي 2012-2013، كذلك ما تعرضت له الحقوق النفطية أبان سيطرة ميليشيات الجدران بتوفير هذه التمويلات. طيب، بناء على كل هذه المعطيات والتحديات التي تحدثت عنها، كيف يمكن أن يصار إلى ضبط العملية الأمنية خاصة في الجنوب الليبي وكل هذه التدخلات الحدودية مع تشاد أو مع دول أخرى أيضا تنشط فيها هذه الجماعات المسلحة المتطرفة على ضوء تأخر حل موضوع المؤسسات العسكرية في ليبيا وتوحيدها؟ العملية الأمنية طبعا مرتبطة ببعضها ومتركزة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا لم يكن يتوجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تتمسك بآليات دقيقة في إطار المهام المناطة بها. تصريح رئيس الحكومة بمطاردة هؤلاء ومتابعتهم يتنافى تماما مع السلوك عندما تم تخريج أعضاء من داعش من مجالس الشورى مثل مهند الحاسي ومثل جوجي الذي شاهدناهم في الاحتفال، وتسمية الجيش بجيش البركان. هذه مغالطات لا يجب أن تكون إذا كانت هناك نية وطنية صادقة لمحاربة هذا الخطر الجاتم والذي يهدد أمن واستقرار منطقة بأسرها وليس ليبيا فقط. الطريقة الناجعة هي تكاتف المجهودات مع الترتيبات الدولية. لا ننسى أن الضربات المتتالية الأربعة التي حدثت في شهر سبتمبر 2019 قد أدت إلى نتائج مهمة جدا بعد الهجمات التي شنها داعش
2019 في أبريل مرتين على قرية الفقهاء بامتداد محور الجفرة 700 كيلومتر جنوب سوكنة، وكذلك في مطار تمن هند العسكري مرتين في مايو ويونيو 2019، والهجمات التي شهدتها تراغم في مايو 2020. لا ننسى أن كل هذه التحركات كانت ممنهجة ومضبوطة، رغم أن القوات المسلحة قامت بإلقاء القبض على العديد من هؤلاء، ولكن الإمكانيات الحالية والأزمات المتقاطعة والمتناثرة في ليبيا لا تمكن من أن تكون هذه المجهودات ضابطة ورادعة وزاجرة لهؤلاء الذين يريدون إعادة تشكيل أنفسهم للسيطرة على المنطقة المفتوحة وصولا وأنفادا لمنطقة الساحل والصحراء سين صاد. نعم. طيب، وبناء على هذه التطورات هل يمكن أن يصار إلى إعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية اليوم؟ الحقيقة العديد من القضايا والأزمات والمشاكل المتفاقمة تجعل من توحيد المؤسسة العسكرية الأمنية أولوية، وهذا خطوة كان يجب إنجازها قبل إنتاج الحكومة. نعم. أصلا بناء على مخرجات اتفاق 23 من أكتوبر في جنيف، وهي أحد النقاط الآن الضاغطة، إذ يجب العمل من قبل السلطات التنفيذية على توحيد هذه المؤسسة وتنفيذها للقرارات الدولية. نعم. آخرها القرار 2570 الذي يقضي بتوحيد المؤسسة ووقف إطلاق النار الفوري. نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كنت معنا من القاهرة الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر، شكرا لك. ننتقل إلى الملف النووي الإيراني، حيث أكد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران وبعد عدة أشهر لم تقدم التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة غير المعلنة، معربا عن قلقه العميق في ظل عدم وجود مثل هذا التفسير، لأن المواد النووية كانت موجودة في مواقع غير معروفة للوكالة. كما عبر غروسي عن قلقه كذلك من أن المناقشات الفنية بين الوكالة وإيران لم تسفر عن النتائج المرجوة، مكررا مطالبة إيران بتوضيحات وحل هذه القضايا دون مزيد من التأخير عبر تقديم المعلومات والوثائق والأجوبة على أسئلة الوكالة. كما حذر في الوقت ذاته من أن عدم أحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. طلب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محبت ذو النوري بوضع شروط على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي قبل عودة إيران، ودعا ذو النوري للوقف عن نقل فائض لليورانيوم المخصب إلى روسيا وعدم التخلي عن أجهزة الطرد المركزية المتطورة. أيضا حذر من قدرة الولايات المتحدة على تفعيل آلية سناب باك المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي بإمكانها إعادة الاتفاق النووي لمجلس الأمن. وفي الأثناء، أفاد تقرير جديد لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشرته صحيفة جيروساليم بوست بأن الصين واحدة من الجهات الفاعلة التي تستطيع تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب اعتماد طهران العميق على بكين، موضحا أنه يمكن دفع الصين نحو الضغط بشكل أكثر نشاطا على إيران لتهدئة سلوكها في المنطقة. إلا أن التقرير حذر في الوقت نفسه من مناشدة الصين بقطع علاقاتها مع طهران، ما قد يأتي بنتائج عكسية على إسرائيل. وتملك الصين علاقات استراتيجية مع إيران، حيث وقعت بكين قبل أسابيع اتفاقية استثمارية لمدة 25 عاما تتولى بموجبها الشركة الصينية مهمة تطوير البنية التحتية مقابل مبيعات ميسرة للنفط الإيراني. من فيينا ينضم إلينا الصحفي المختص في شؤون الطاقة الذرية عمر البياتي. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث لليوم. كما كان متوقع، لم يدين مجلس المحافظين تأخر إيران بتقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم في المواقع الثلاثة، واكتفوا فقط بمطالبتها بتقديم هذه التفسيرات. هذا كله كيف سينعكس على مسار المفاوضات في فيينا؟ أهلا بكم وبجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي منذ فترة يعرب عن قلقه لعدم
جواب إيران على جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مكان ونقلت إلى مكان آخر. أنا يعني كررت لعدة مرات من هذا المنبر الحر بأن إيران تعمل على برنامج سري لأغراض تسليحية، ومن هذا تريد تعقيد الأمور. أما البرلمان الإيراني يريد أن يضع شروط لا يستطيع البرلمان الإيراني، لأن إيران هي الطرف الأضعف نسبة أو مقابل الولايات المتحدة. هل يستطيع البرلمان الإيراني وبرلماني صغير أن يطلب شروط من الولايات المتحدة؟ لا، يعني هذا شيء مضحك. هم يواجهون الوفد، ربما المفاوض أيضا لصالح الانتخابات القادمة قريبا في إيران، وهذا خطأ كبير ترتكبه إيران. طيب كيف ستستغل ذلك في مفاوضات فيينا، خاصة وأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعنية كانت بمشروع القرار هذا تراجعت عنه في وقت سابق، واليوم أيضا لم يتم تحويله إلى إدانة لإيران؟ كيف ستستغل ذلك، ولماذا تقديم كل هذه التنازلات من قبل الأوروبيين تحديدا؟ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظي الوكالة، هذه يعني الوكالة والمجلس الذي يشرف على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا في فيينا، هم إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للمتحدة، لا يتدخلون في نزاعات بين الأطراف المختلفة. وشروط البرلمان الإيراني تعجيزية وتدل عن غباء وتدل عن يعني تكرار نفس الأسطوانة المشروخة مع الأسف الشديد. فعليها إيران بدل أن تقوم بتخفيض التخصيب من 60%، وكما هو معلوم مسموح فقط 63% من تخصيب اليورانيوم، كذلك يعني تقليل عدد أدرة الطرق المركزي في منشأة نطنز النووية، لأنه ركبوا أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي خاصة من نوع IR-9، وطبعا هذا يقلق ليس الوكالة حسب، بل يقلق أيضا الولايات المتحدة والأطراف المعنية. أما البرلمان الإيراني ليس له قيمة، ولا يمكن أن نتحدث عن اتفاق لا زال قام، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق انسحب من هذا الاتفاق، والاتفاق لن يعد موجودا. لا يمكن الحديث كما تحدث البرلمان من إيران، لا يوجد اتفاق، أنا ليفهموا أنه لا يوجد اتفاق. طيب كنت أشرت أيضا في حديثك لموضوع مطالبات البرلمان الإيراني بوضع شرط على واشنطن بعدم نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كم تتوقع أن تتجاوب واشنطن مع هذا المطلب اليوم؟ إيران لن تتجاوب بعد، ولكن لننتظر الانتخابات الإيرانية. ما بعد الانتخابات الإيرانية ليس ما قبلها، الموقف سيتغير تماما، وسوف نرى أن إيران تهرول لطاعة وتقبيل أيادي الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات ربما المباشرة، لأن لحد الآن الولايات المتحدة في مفاوضة في أن لن تحضر بشكل مباشر، بل حاضر عن طريق الوسطاء، وهذا لا يستطيع نزع فتيل الملف النووي الإيراني الذي مفقم هو بالأخطاء والتجاوزات حسب اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقرير المدير العام رافائيل غروسي، يدل على هذه الخروقات. وإيران الحقيقة تحاول كسب الوقت، لذلك أنا أتهم إيران مرة أخرى ربما أنها تعمل على برنامج سري لأغراض عسكرية. طيب اليوم أيضا يسلط الضوء على موضوع العلاقات الصينية الإيرانية، كم ممكن الصين أن تمارس ضغوط على إيران بطبعا اعتماد الاتفاقية السابقة لمدة 25 عاما، ويمكن أن تؤثر على قراراتها خاصة فيما يتعلق في سلوكها بالمنطقة؟ باختصار لو سمحت. الصين لا تستطيع أن تؤثر على إيران قيد الشعر، ولا تغير في موقفها إزاء إيران، لأن الصين لديها يعني يشترون ضمن اتفاقية 20 عاما البترول الإيراني بثمن بخس، وكذلك الروسية تصدر السلاح إلى إيران.
يعني روسيا والصين لا تلعب دور في تغيير المعادلة. نعم. إيران الطرف الأضعف، يجب أن تتنازل عن الخروقات وتعود إلى رشدها، ومن هنا يعني نعم. الوكالة الدول للطاقة الذرية ترحب بذلك وتزيل القلق عن الوكالة. وإذا زالت القلق، طبعا الجانب الأمريكي منذ البداية قال أنهم سيرفعون بعض العقوبات، ولكن فيما يتعلق بالإرهاب لا يرفعونها أبدا. وضحت الفكرة، أشكرك. نعم وضحت الفكرة، عذرني على المقاطعة، أشكرك جزيل الشكر من فيينا، الصحفي المختص في شؤون الطاقة الذرية عامر البياتي، شكرا لك. في إيران وداخليا وفيما يتعلق بالانتخابات الإيرانية، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي التصويت بورقة بيضاء في انتخابات الرئاسة المقبلة حرام. وأضاف خامنئي أنه أيا كان السبب الذي يدفع الناخب للتصويت بورقة بيضاء دون كتابة اسم مرشح، وأمر محرم ومن أفظع الذنوب، لا سيما إذا تسبب بإضعاف النظام في البلاد، مشددا دعواته للشعب الإيراني على ضرورة المشاركة بالانتخابات. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا بعد الفاصل. داعش يعلن انتحار منافسه زعيم بوكو حرام بعد إصابته باشتباكات بين التنظيمين والجماعة تلتزم الصمت. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثا عن الحياة، فغدرت أمواجه، ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. بكم من جديد. أعلن تنظيم داعش إفريقيا مقتل زعيم جماعة بوكو حرام المسلحة أبو بكر الشكوي. وقال التنظيم المنافس لبوكو حرام في تسجيل صوتي إن الشكوي فجر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل الشكوي، حيث أفادت تقارير سابقة بمقتله، فيما لم تؤكد جماعة بوكو حرام أو الحكومة النيجيرية مقتله. وللحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا توني مزرعاني. تفضل توني.
مساء الخير ربا. إذا المشاهدين، بحسب رواية تنظيم داعش في أفريقيا، فقد فجر زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شكوي نفسه بعبوة لدى اعتقاله في مايو الماضي وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. تسجيل صوتي كشف أن شكوي انتحر خلال معركة مع داعش، وتنظيم داعش المنافس لجماعة بوكو حرام كشف أن مقاتليه توجهوا لمخبأ تابع للجماعة في غابة سان بيسا وعثروا على شكوي داخل منزله واشتبكوا معه، ومن ثم تراجع زعيم بوكو حرام وفر إلى الغابة لمدة 5 أيام، لكن مقاتلي داعش استمروا في البحث عنه وتقفي أثره قبل أن يتمكنوا من تحديد مكانه. وبعد العثور عليه في الغابات، حضه مقاتلو داعش وأتباعه على ما وصفوه بالتوبة، لكن شكوي رفض وقتل نفسه بحسب داعش. عام 2015 جماعة بوكو حرام أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، وفي 2016 انشق داعش عن بوكو حرام الذي أصبح يعرف بتنظيم داعش في غرب أفريقيا. يشار إلى أنه في حال تأكد مقتل شكوي فإنه سيشكل ضربة قوية لبوكو حرام التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها والانشقاقات في صفوفها. هذا طبعا المختصر المفيد عن شكوي، وعودة لك. شكرا لك. شكرا ربا. ومشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المختص في شؤون الجماعات المسلحة أحمد من. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد معنا في استوديو الحدث لليوم. السؤال اليوم، هل يعني بالفعل قتل نفسه زعيم بوكو حرام هذه المرة، باعتبار أن هذه المعلومات يعني كشفتها تقارير مرات عديدة في السابق ولم يتم تأكيد مقتله؟ بالفعل على مدار ما يقرب من 12 عاما أعلن أكثر من مرة عن مقتل أبو بكر شكاو زعيم تنظيم بوكو حرام، أو بالأحرى أحد أجنحة بوكو حرام، بالنظر إلى أن هذا التنظيم انشق في العام 2016 بين تنظيمين، تنظيم بقيادة أبو بكر شكاو خرج على قيادة داعش وحاول أن يقود الحركة في اتجاه آخر، مقارنة بجناح آخر ظل في منطقة بحيرة تشاد يحاول توحيد قيادة داعش في منطقة غرب ووسط أفريقيا. ما خرج الآن عن مقتل قائد هذا التنظيم أو انتحاره كما روجت بعض وسائل الإعلام في سياق مطاردة في الغابات، يشي بأننا أمام تصاعد في قوة فصيل بحيرة تشاد، الفصيل الذي لا يمكن فصل نشاطه عما جرى في سبها في الساعات الماضية في جنوب ليبيا عن هذا التغيير. هذا الفصيل المعترف به من داعش. نعم، وبالتالي ربما نجح هذا الفصيل أو قد ينجح في توحيد أزرع التنظيم والولاء من جديد لتنظيم داعش، بما يشي بصعود هذا الفصيل وبالتالي صعود عملياته الإجرامية وتوحيد القيادة في هذه المنطقة، مما يؤشر بطبيعة الحال إلى تصاعد في نشاط التنظيم في هذه المنطقة لا يمكن فصله عن التطور أو التقدم الذي حدث في الساحة الليبية، لكن تبقى منطقة الجنوب الذي حدثت فيها العملية الانتحارية الأخيرة هي خزان
هذا التنظيم لأنها عملية الانتحار بالتحديد يعني هي طبعا خلاف لعقيدته، لماذا يفضل الانتحار على تسليم نفسه لتنظيم داعش؟ هناك تكتيك لدى قيادات هذه التنظيم عندما يضيق حول الحصار، ربما شاهدنا عند القبض على محاولة القبض على أبو بكر البغدادي في نفق في منطقة في الحدود السورية التركية، أقدم على نفس الفعل، أقدم على تفجير نفسه حتى وتفجير أطفال من حوله. هذه العقيدة موجودة لدى هذه القيادات تحت مسوغ عدم الوقوع في قبضة الأعداء، وبالتالي عدم تمكين الأعداء من الحصول على مزيد من أسرار التنظيم، وعدم الوقوع في يعني عهدة الأعداء يدفعهم ربما إلى الإقدام على الانتحار بهذا الشكل، وهم لا يسمون ذلك بالانتحار في أدبياتهم، بل محاولة نكاية في الأعداء، إحداث نوع التمطرس، عقيدة تسمى التمطرس. وبالتالي أتصور أن ما جرى في هذا السياق عندما ضيق الخناق حوله في الغابات، وأدرك أنه سيقع في قبضة الجناح الأكثر تشددا في التنظيم الموالي لداعش، فربما أقدم على قتل نفسه، سواء كما رشحت بعض التقديرات أنه أطلق رصاصة على صدره أو قام بتفجير حزام ناسف كان يرتدي. طب ما مصير الجماعة الموالية له بالتحديد؟ كيف سيكون موقفها؟ هل سيتم تعيين زعيم جديد لهم أم أنهم ربما يتعرضون لضغوطات للانضمام في صفوف فصيل داعش؟ بالنظر للفترة السابقة واستقرار ولاية أبو بكر الشيكاو، نحن أمام ربما تضعضع في الهيكل القيادي لهذا الفصيل، وبالتالي قد تعود بعض هذه المجموعات للحاق بالجناح المتشدد، يعني تسلم نفسها لإرادة زعيم التنظيم الجديد في الجناح المتشدد الموالي لداعش، وقد تلتحق هذه المجموعات الباقية بمجموعات إثنية، لأن طبيعة وجود داعش والقاعدة في هذه المنطقة ليس وجودا خالصا، بمعنى أنه نتاج تحالف بين جماعات محلية مسلحة ترفع شعارات إثنية أو عرقية، وهذا هو العنوان الناظم لوجود هذه المجموعات سواء القاعدة أو داعش في منطقة غرب ووسط أفريقيا، تتغذى على الصراعات الدينية والإثنية والمذهبية في هذه المنطقة، وتحاول التمطرس أو تحاول الاختباء داخل هذه التنظيمات، لذا قد يعني تدفع هذه العناصر نفسها للانضمام لبعض هذه الجماعات المحلية من جديد، وتطلق ربما بيع داعش. طب يرى البعض بأن عمليات الانتحار هذه أو حتى ما سبقها من عمليات القتال بين التنظيمين أو الفصيلين، نعم، إذا صح التعبير، ممكن أن تدخل مرحلة لتصفيتهما يعني وتصفية القيادات ذاتياً بدون يعني تدخل من قبل الدول المحاربة للإرهاب، كم يمكن ذلك أن يكون؟ هذا لا شك أنه احتمال قائم، لكن في ظل صراع ممتد سواء بين مجموعات القاعدة أو مجموعات داعش أو بين مجموعات داخل القاعدة، فصائل داخل القاعدة وفصائل داعش، هذا المشهد كان مشهد متكرر الحدوث في هذه المنطقة، لكنه لم يؤدي إلى هذه النتيجة، بمعنى أن الاحتراب الشديد بين هذه المجموعات لم يصفي هذه المجموعات أو لم ينهيها، بل على العكس كنا أمام شكل أقرب إلى أشكال تحور الفيروسات، بمعنى إصدار يعود بعده إصدار جديد أكثر شراسة، ثم ينتهي هذا الإصدار لحساب إصدار أكثر شراسة. البعض كان يتحدث عن احتمالات تلاقي بين مجموعات من القاعدة ومجموعات من داعش لولادة تنظيم جديد، وبالنظر إلى حجم التناقضات الأيديولوجية والسلوكية بين التنظيمين قد لا يكون هذا محتملا في الفترة القادمة، لكن يبقى أن التنظيم سيضعف لا شك، لكن يعني أبو بكر الشيكاو كانت تطارده 4 جيوش في هذه المنطقة ولم تعثر عليه أو لم تنجح في تصفيته، وعندما ينجح هذا الفصيل في تصفية أبو بكر شيكاو ويحدد مكانه بهذه الدقة ويقوم بتصفيته، فنحن أمام ربما عدد كبير من عناصر التنظيم وقوة كبيرة لهذا الفصيل، تشي بأنه في قابل الأيام قد يكون تهديد حقيقي للأمن في هذه المنطقة. هل سيصبح مركز جديد لتنظيم داعش؟ منذ سقوط داعش في سوريا والعراق تحدثت كل تقارير المراقبين عن أن أفريقيا ستكون الوجهة المقبلة وستكون بؤرة التنظيم في قابل الأيام، يعني تتضافر عوامل عديدة على
يعني تعزيز هذا الاحتمال، منها هشاشة بنية هذه الدول التي تنتشر فيها هذه المجموعات والصراعات الداخلية كما ذكرت، البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ضعف الجيوش في هذه المنطقة. كما أسلفت أربعة جيوش كانت تطارد مجرم واحد ولم تتمكن من قتله أو تصفيته أو القبض عليه. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضا كنت معنا في الاستوديو المختص في شؤون الجماعات المسلحة أحمد تعبان، شكرا جزيلا لك. اتهامات تبييض الأموال والتحقيقات حول الثروات التي يواجهها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تشير بحسب المراقبين إلى توجه أوروبي جديد في قضايا الفساد في لبنان، قد يمتد ليشمل دولا أوروبية أخرى أو مسؤولين آخرين كبداية لتدويل هذا الملف الشائك. أبواب التحقيق التي فتحتها فرنسا وقبلها سويسرا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة فتحت معها على ما يبدو خزائن ملفات اختلاس أموال اللبنانيين وتهريبها للخارج. المصادر أكدت لفرانس بريس أن النيابة المالية فتحت التحقيقات بعد تلقيها شكويين ضد رياض سلامة والأوساط المقربة منه في قضية تآمر جنائي وتبييض أموال في عصابة منظمة. لتكشف صحيفة لوموند عن الجهات التي تقدمت بالشكوى، وهي مؤسسة Accountability Now السويسرية ومنظمة شيربا الناشطة في مجال مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية في لبنان التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة الأخيرة. تفاصيل الشكوى تتهم سلامة وأربعة مقربين منه هم شقيقه ونجله وابن شقيقه ومساعدته بجمع ثروة ضخمة بالاحتيال في أوروبا، وأن الثروة العالمية لرياض سلامة تتخطى الملياري دولار حاليا، كما تبلغ قيمة الأصول التي يمتلكها في لوكسمبورغ 94 مليون دولار. التحقيق الذي وصفته وحدة الإعلام في مصرف لبنان بالحملة الإعلامية والسياسية ضد سلامة ما هو إلا مقدمة بحسب مراقبين لتوجه أوروبي لن يقتصر على فرنسا وسويسرا فقط، ولن يتوقف عند حاكم مصرف لبنان وحده، بل سيمتد ليشمل من تطالهم الشبهات من المسؤولين لتكون البداية لتدويل أزمة الفساد في لبنان. على جانب آخر، يشكك محللون في جدوى مثل هذه التحقيقات في استعادة الأموال المنهوبة التي يؤمن مهربوها أنفسهم بطرق ملتوية يصعب تعقبها. منا مصطفى، الحدث. أيضا نبقى في لبنان، حيث قفز أمس شاب سوري من صخرة الروشة في بيروت إلى مياه البحر، وهو ما يقوم به كثيرون من الشبان عادة، إلا أنه سقط على قارب صادف أنه يمر تحت الصخرة فارتطم رأسه بالقارب وقتل. احداق البدير اوعى معلم اوعى اوعى لا كان الزورة جوات صخرة الروشة عيطوله ناس لذي ظهر وقف الزورة في واحد نط قبله، صاحبه نط قبله، إذا بدكم تحققوا من الموضوع قبل ما يطلع شيء على الإعلان، صاحبه نط قبله طاش والزورة وقف هناك ليشيل صاحبه، كان نزل هداك الشخص وعور اتعور وتوفى يعني ورحمة الله عليه. نحن
نترحم عليه ونترحم من أهله ونحن جاهزين لأي موضوع. وبهذه الحديثة ننهي استوديو الحدث اليوم، إلى اللقاء.